ألبي احتياج الكفاية بأن أنا أحط إيدي على نقاط قوتي. دور على نقاط قوتك وتميزك وفعلها. أول لما تحط إيدك على نقاط قوتك ومواردك الداخلية هتتملي بشعور أو هتملى احتياج أنا كفاية، وهيعقبها مشاعر بالسكينة والسلام الداخلي. لي ووترز باحثة استرالية في العلوم النفسية عندها كتاب اسمه مفتاح القوة، بتقول إن تنمية القوة بتيجي بحاجتين، القدرة اللي هي نقاط قوتك والجهد. وبتقول إن الإنسان بيتميز بنقاط قوته، أول لما يحط إيده عليها ويدركها بيتميز بيها. الفكرة إن نقاط قوتي الداخلية بتحسسني إن أنا عندي، أنا مش محتاج حد. ورب العالمين قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يلي بتدور عشان تبقى كافي وتشبع احتياج الكفاية من حواليك، بص في نفسك، ده أنا الغني وأودعت فيك من صفاتي، أنت غني بنفسك مش محتاج حد. في يوم إعرابي داخل بلد قال مين سيد هذه البلد؟ فقالوا له الحسن ابن أبي الحسن. قال لهم طب هو ساد أهله بإيه؟ قالوا له استغنى عما في أيديهم من دنياهم. قال لهم مش عايز منكم حاجة، واحتاجوا ما عنده في أمر دينهم، احتاجوا له في علمه وفهمه وخبرته. فالإعرابي قال هو ده الحق، فليكن السيد حقا. هو داخل من الأول وهو شبعان، هو شاعر أنه هو أنا كفاية، أشبع هذا الاحتياج بأنه حط إيده على قدراته وطلب العلم وبقى عالم كبير، فالناس بقت محتاجة له وهو يعلم أنه كفاية ومش محتاج حاجة من حد. وتشبع احتياج الكفاية كمان بأنك تقرب من اللي بيحبك بصدق. لما تشوف نفسك في عين اللي قدامك أنك مالي عينه وأنك مالي عليه حياته وأن أنت غالي عليه، تشعر أن أنت كفاية. فبلاش تسعى وراء الناس اللي أنت مش مالي عينهم، ما هو ربنا اللي بيألف القلوب. أنا ليه بسعى وراء ناس ربنا ما ألفش قلوبهم على قلبي، وفي ناس تانية ربنا ألف قلوبها، فروح أقرب منهم. يعني من الآخر روح للي بيحبك. واحد الشعراء قال الصاحب من إذا جار الزمان أنصفق، وإذا تقلبت الأحوال ثبت، وإذا تجاهلك الناس اهتم بيك، وإذا جهلوك عرفك، لو قللوا منك هو يعرفك ويكبرك، وإذا خاصموك جبرك، لو الناس خدوا منك موقف هو يكبر بخطرك، وإذا فارقوك شد على يديك، ولو بعدوا عنك هو يشد على إيديك ويطمنك. وقال ما لك والناس، سيبك من الناس، أنا ناسك وأنسك، وإن نسوك لم أنسك، ولو الناس نسيتك أنا مش هنساك. ورب العالمين قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. خليك مع الناس اللي فعلا قلبها حاضر مع الله، فحيكونوا صادقين معاك في علاقتهم بيك، وحيرعوك ويهتموا بيك، وحيكبروك مش حيقللوا منك، فتشوف نفسك في عينيهم انك كفاية. ونلبي احتياج الكفاية او نشبع احتياج الكفاية بمعرفة ديننا. يعني ايه الكلام ده؟ الحقيقة كل ما تتعلم الفقه، كل ما تعرف ان الفقه الرباني بيدور في فلكك انت علشان يريحك انت وينظم لك حياتك انت ويرفع عنك المشقة ويخلي الحياة كلها يسر، هتعرف ان انت غالي على رب العالمين، وتشعر ان انت كفاية، تستغنى عن الدنيا كلها بالله. لما ربنا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده ربنا بيقول لك لو انت مسافر، لو انت عندك ظروف، انا بغير لك الوضع عشان خاطرك انت. رب العالمين بييسر لك عليك حياتك عشان تعيش مرتاح. انت غالي على الله جدا لدرجة ان الفقه جزء كبير من منهج ربنا، ان ما كانش كله بيرعاك انت وبيرتب حياتك انت. الحاجة الاخيرة اللي تشبع بيها احتياج الكفاية انك اثر اسماء وصفات رب العالمين في الارض. كفاية ان انسان يشوفك يقول يا من انت كريم يا رب. كفاية ان بتصرفك يفتكر رب العالمين لأنك كنت أثر كرم رب العالمين في الأرض.
فاحنا كفاية في ملك الله بالله. واللي يشبع فينا احتياج الكفاية ان انا افتكر ان انا اثر اسماء وصفات الله في الارض. والدليل ان الناس لما تشوفني تفتكر رب العالمين. لما تدي حد صدقة او تقف مع انسان فالانسان يقول يا من انت كريم يا رب، وهو شايفك يتكلم عن ربنا، ده انت غالي جدا على رب العالمين فجعلك اثره في ارضه وفي ملكه. فاحنا كفاية بالله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.